أهلا بكم إلى أهم أخبار تونس، وهذه عناوينها. رئيس جمعية القضاة التونسيين يمثل أمام التحقيق اعتقال شبكة متخصصة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية، وإحراز 13 ميدالية في منافسات بطولة أفريقيا. من المقرر أن يمثل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي اليوم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف للبحث في جريمة تعطيل حرية الشغل إثر إضراب القضاة في شهر يونيو 2022 على خلفية إعفاء 57 قاض وقاضية. دهمت الوحدات الاستعلاماتية المركزية والجهوية معززة بدوريات تابعة لإقليم الحرس الوطني بصفاقس دهمت 3 منازل وأوقفت أصحابها وتمكنت من حد 4 قوارب حديدية معدة لعمليات الهجرة، بالإضافة إلى معدات لحام مبلغ مالي متأت من عائدات الترويج. سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة 409 تدخلات، نجم عنها 12 حالة وفاة و356 إصابة في حوادث مختلفة، وذلك وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحماية المدنية في البلاد. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالتحفظ على شخصين، أحدهما رجل أمن من أجل جريمة ديوانية بعد ضبط شاحنة من قبل الوحدات الديوانية بمعتمدية صبيطلة محملة بساعات ذكية، وذلك وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية. أحرزت عناصر المنتخب الوطني التونسي للكاراتيه 13 ميدالية، منها ذهبيتان و3 فضية و8 برونزية في منافسات اليوم الرابع من البطولة الأفريقية للكاراتيه المقامة في مدينة الدار البيضاء في المغرب. تمكن أعوان منطقة الحرس الوطني بالمنستير من إلقاء القبض على شخص تعمد استغلال ضيعة فلاحية لتخزين فواضل النحاس مجهولة المصدر، حيث جرى حج 3.5 طن من الأسلاك النحاسية ومبلغ مالي من العملة التونسية. نهاية النشرة، في أمان الله.